مشاهدينا بدي احييكم مع بدايه هالاسبوع، وبالطبع بلش العد العكسي للاستعداد للعام الدراسي 2019-2020. وكل سنه بنقول ان شاء الله تكون احسن من سنه، ولكن اللي صاير بهالايام هو منه احسن بكثير اطلاقا. بالبداية بدي أقول أنه في كتير مدارس خاصة وإدارات مدارس خاصة، أنا بفهم أنه هن عندهم التزامات مع أساتذتهم مع موظفينهم، ولكن اليوم كلنا عايشين الجو المعيشي والاقتصادي، لما بيكونوا الأهل عم يطلبوا من إدارات المدارس تأخيرهم أقله جمعة أو اثنين أو لآخر الشهر حتى يقدروا يأمنوا مبالغ معينة حتى يبلشوا أولادهم بالمدرسة، في إدارات مدارس ما عم تقبل إطلاقاً. إذا ما بتجيب المبلغ 10 ملايين أو 20 مليون أو 5 ملايين أو 6 ملايين ما بتسجل أولادك وبفوتوا على الصف. في كتير من المدارس اليوم للأسف مدارس لبنانية وأجنبية، عندهم عثرات، عندهم تعثر، ما بعرف شو عندهم، بس بعرف انه مثلا الليسي فرنسي 120 عائله رح يصيروا التلاميذ على الهودي، بتعرفوا هودي عندهم جنسيه فرنسيه، وانا بتمنى على القنصل الفرنسي في السفاره الفرنسيه في لبنان الشيخ فيصل الشيخ حتى اذا بيقدر يعرف انه هل يسمح انه يكون في طلاب إذا ما كملوا المبلغ المطلوب ببداية السنة ما فين يفوتوا على الصف، رح يصيروا بالشارع. في 120 عائلة ما حدا عم يسمع للأهالي، حتى في منهم راحوا على شاز رولانت، يعني هن عندهم إعاقات معينة ما حدا عم يستقبلهم. لازم يأمنوا الأقساط أو الأقسط أو القرطاسية أو لازم يدفعوه كاملاً، وإلا ما بيفوتوا على الصف السنة. في 120 عائلة بالليسي فرنسي رح يصيروا على الطريق، هل ترضى السفارة الفرنسية؟ كمان مثل ما في بغير مدارس عين تورا، سان جوزيف عين تورا، اتصلوا فيي طلاب، أهالي طلاب اتصلوا فيي من شانفيل. إذا بدي عدد كل المدارس، أنا بفهم كتير منيح شو معاناة الأهل بهالفترة، بس نحن ما بنقبل كمان ما يكون في مراعاة لظروفهم، لما الأهل بيلتزموا أنه نحن رح ندفع القسط ما رح نتركه، ولكن على القليل أخروا لنا جمعة جمعتين لآخر الشهر أو خفضوا أول دفعة حتى يقدروا الطلاب يدخلوا على مدارسهم. يعني كل سنة بيجي استحقاق المدارس وبتجي معه المشاكل، الأهل من جهة مش قادرين لأنه صار في ظروف خارجي عن طاقتهم كلنا بنعرفها بالبلد، في شركات سكرت، في بطالة، في ناس انصرفت هيك بدون وجه حق، وفي عالم كمان يعني خسرت فرص عملها. طب شو بيعملوا هالطلاب؟ إذا المدارس الرسمية بتقبلهم، ما كمان المدارس الرسمية بدها إفادات من المدارس الخاصة، ما بتنعطى إفادة إلا ما يندفع مبلغ ما. حتى في مدرسة عم تنباع، الأهل بدهم إفادة لياخذوا أولادهم لمدرسة تانية ما عم يعطون، وأول تشرين المدرسة مش عارفين شو بدهم يعملوا. هذا الملف كتير كبير وكتير مهم وكتير إنساني، ولكن التعليم هو حق من حقوق الناس، يعني على وزارة التربية أن تحزم أمره إن كان مع المدارس الخاصة أو مع المدارس الرسمية. وبمعلومتنا لليوم كمان رح نحكي تربية. في معلومتنا لليوم صدر قرار عن وزير التربية والتعليم العالي حمل الرقم 592 على ميم 2019 بيتعلق بقبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في الثانويات الرسمية لهالعام الدراسي 2019-2020. المادة الأولى بتقول قبول تسجيل تلامذة غير اللبنانيين في الثانويات الرسمية في الصفوف القائمة أصلاً، وفي ضوء الفترة القدرة الاستيعابية اعتبارها من يوم الخميس الواقع فيه 16 أيلول 2019 شرط التقيد بالأولويات التالية: التلامذة غير اللبنانيين القدامى من أم لبنانية، ومن ثم التلامذة الفلسطينيين، ومن ثم التلامذة من سائر الجنسيات. ب. التلامذة غير اللبنانيين الجدد من أم لبنانية. ج. التلامذة غير اللبنانيين الجدد حصرا في مرحلة التعليم الثانوي. د.
التلامذة غير اللبنانيين الجدد في الحلقة الثالثة من غير جنسيات الدول التي تعاني أزمة نزوح. المادة الثانية إعفاء جميع التلامذة غير اللبنانيين الوافدين إلى الثانويات الرسمية مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019-2020 من أي من الرسوم الخزينة ومساهمة أولياء الأمر في كل من صندوق الثانوية وصندوق مجلس الأهل فيها، بشرط أن لا يترتب عن تسجيلهم أي استحداث لأي شعب جديدة، وبعد إجراء امتحان دخول للتلامذة الجدد منهم وفق الأنظمة المرعية. المادة الثالثة إرسال مديري الثانويات الرسمية لوائح التلامذة غير اللبنانيين بعد الانتهاء من أعمال التسجيل في مديرية التعليم الثانوي التي تتولى مع وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل للتنسيق مع منظمة اليونسكو لتغطية مستحقات الثانويات عن تسجيل التلامذة غير اللبنانيين. المادة الرابعة تلتزم إدارة الثانويات الرسمية المتابعة المباشرة مع مديرية التعليم الثانوي في حال عدم توفر أمكنة بهدف توجيه التلامذة إلى أقرب ثانوية. طبعا هذا القرار صدر عن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 بيأخذ أول اتصال لليوم. ألو ألو، مرحبا. مرحبا. بونجور مدام ربيكا، نهارك سعيد. أهلين، تفضل. سوري، يمكن الموضوع غير موضوع الثقافة. لا، مش بالضرورة. شو عندكم بتقدروا تقولوا؟ أوكي مدام، عندي شكوى على ضمان الدورة. نعم. صرنا 8 شهور ما قبضنا، وكل جمعة بيقولوا لنا طعوا وبيقتفونا كل جمعة ورا الثاني. وشغلي تاني، في ختيارية، في ناس كبيرة مسنة بالعمر بيتألفطوا فينا، بيحكونا كلام منه لايق، كلام بلا أدب بلا أخلاق، وفوضى. بليز ترجيكم خلي حدا يعمل شغلي بهذا الموضوع، ضمان الدورة عملي معروف. يعني قد ما في عجقة بضمان الدورة، يعني استحدثوا ضمان برج حمود، واستحدثوا بعبديت، واستحدثوا بتغرين حتى يخففوا الضغط عن الدورة، وبعد الدورة عم تستقطب ضغط كتير كبير من المضمونين، وهيدا حق لهم يروحوا على الأكيد على الفرع يلي لازم يروحوا عليه، ولكن على الضمان أنه يزيد القدرة البشرية. وبالتالي أنا بفهم الموظفين قديش بيكونوا كمان مضغوطين، ولكن الاحترام هيدا واجب، احترام المواطن كبير بالعمر أو غير كبير، المضمون يلي عم يجي أو أهله أو يلي عم بتابع له قضيته مفروض نحترمه. كلنا بنشتغل وكلنا بنتعب، ولكن ما فيك الواحد يفش خلقه بالتاني لأنه مضغوط. على الإدارة أنها ترجع تعيد النظر بكل فروع الضمان الاجتماعي وتوزع على الأقله، تزيد على الفروع الكبيرة، لأنه بالفعل إيه أزمة، والناس بدها تشتري الدواء، بالنتيجة إذا ما استلمت خلال الشهر 8 أشهر صارت كتير عليها حتى ترد مستحقات فواتير الدواء. بياخد اتصال كمان. ألو، انقطع. في اتصال كمان. ألو 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 ألو، تفضلي مدام، تفضلي. أهلا، شو عندك؟ حياتك. ألو ألو، ايه تفضلي. ألو، مرحبا. مرحبا. وحياتك، عندي مسألة بدي أقول لك إياها عن النفايات عموما. نعم. لايكي وحياتك، عندي أنا عم بحكيك من البترو. أهلا وسهلا. النفايات أصولا من الفرز، من البيوت بيحطوا كاميرات على الطرقات. خليني حطوا كاميرات على البيوت اللي مش عم بتعمل، ولازم كل رئيس بلدي يكون هو مسؤول عن النفايات بضايته، واللي ما بيعجبوش يخلي زبالته على مخه. لقلك شغلة، هلأ في قرار صادر عن وزارة البيئة يلزم كل البلدات والقرى يعني تبلش بالفرز من المصدر، يعني من البيوت، وكتير هينة أول فترة الواحد يعني تينظم حاله، بعدين بتمشي تلقائيا. والمهم أنه لما ترفع ما يصيروا الدقمة كلهم
بنفس الكاميون، هيك بيقولوا الناس شو عم نتعذب على الفاضي. من هيك خلينا نحن ننتظم، وبفتكر البلديات بلشت تتعمم ثقافة المصدر، يعني نبلش بفرز النفايات من المصدر لحين ما تنفرج على كل المناطق البترون وغير البترون. أهلا وسهلا فيك، متابعات. بمتابعتنا موضوع طريق المية ومية من الدوار الأمريكان باتجاه من المدخل لدوار الأمريكان، هناك في كمان نادي الضباط كانوا عم بيقولوا لنا إنه هالطريق العام الرئيسي اللي مسؤولة عن صيانتها وزارة الأشغال العامة، الإنارة هي إنارة قديمة لأنه الإنارة الجديدة على الليد وضعها مجلس الماء والإعمار، ولكن بلدية المية ومية بعد ما استلمتها ما بعرف ليه. بالنسبة للسيارات اللي عم تركن على هالطريق هيدي إن كانت مكسرة وغير مكسرة، بالنسبة للوضع الطريق من نفايات وغيره، حاولت البلدية عدة مرات اتخاذ إجراءات تنظيمية بيئية مثل زرع شطول، زرع وضع هيك مثل بوردور تزرعة، ولكن مخيم المية ومية رفضوا. بهذا المخيم في من كل الجنسيات، البلدية دائماً بتحاول أن تنظم الموضوع خارج المخيم وداخل المية ومية، إذا حدا زارة بيستحلي يبقى فيها. ولكن هالنقطة بالذات عم بتحاول كتير البلدية جاهدة أن تنظمها أكتر، تنظفها إنها، ولكن ما عم بيصير فيه تجاوب من المخيم وأهالي المخيم. لما كنت عم تابع الموضوع مع البلدية سألت ليه ما بيكون فيه لجان، وهاللجان تنسق مع البلدية لما فيه خيرهم وسلامتهم كمان، وبالتالي هالفوضى هيدي الموجودة مش لازم تبقى على مدخن بلدة ما اسمه، إذا كان مخيم أو إذا كانوا ناس سكنين. بدنا نقول نحن ومنين؟ من المية ومية بلبنان. من هيك النظافة هي للكل، الشارع النظيف بينعكس على الكل، مخيم وغير مخيم، رفع النفايات نفس الشيء. من هيك أنا بدي أتوجه للأهالي بمخيم المية ومية وقال لهم معليه، مشان صحتكم وسلامتكم وبيئة حلوة وبيئة نظيفة بتستحقوها مثل أي إنسان، مفروض تتضافر جهودكم، تعملوا لجان، تنسقوا مع بلدية المية ومية حتى يكون كمان المخيم عم يتمتع بكل الأمور يلي لازم تكون عندكم إياها لحياة نظيفة كريمة. بعرف الصليب الأحمر الدولي تعاطى واليو ان دي بي وكل الجمعيات الأجنبية اللي عم بتساعد، ولكن كلها رفعت إيدها ما بعرف ليه وما حاولت كمان تساعد. بدي يكون كانت صعبة كتير العملية، ما حدا قادر يوصل لنتيجة. فأنا بتوجه لكم مباشرة وبقلكم حزموا أمركم، اعملوا لجان صغيرة بيئية، البلدية بتساعدكم، مؤسسات كمان الدولية وغير الدولية والجمعيات اللي عم بتزوركم كمان هي حاضرة تمد إيدها لألكم. اتصالاتكم كمان برجع بذكر على 04-444-444 باخذ اتصال. ألو؟ ألو؟ تفضلي. وحياتك أنا بعدني على الخط. إيه تفضلي، عم بسمعك مدام. بالنسبة للقسم الثالث للمتقاعدين، نعم، للدفعة، نعم، تبع المتقاعدين سلسلة الرتب والرواتب، نعم، لازم نحن نستحقوا بعشرين عام، وهلأ ما عطونا هني، نعم، ما عطونا هني بواحد أيلول مثل ما كنا كل سنة. بدنا نسأل نستوضح لأينت اللي يعطونا هني الدفعة الثالثة من سلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين. مدام أنا تابعت الأسبوع يعني الماضي قبل نهاية الشهر مع المالية وقالوا لي رح تجي مع معاش الآب، ولكن من خلال اتصالك وغيرك من الناس قالوا لي أنه في ناس قبضت في ناس ما قبضت. من هيك أنا طلبت من المالية عفوا يعني حدا يطلع يوضح أي متى ويوضحوا لنا كمان كيف تحتسب، لأنه في ناس ما نعرفين كيف عم تحتسب، يعني كمان هيدا سؤال تاني مطروح وأنا عم تابعه مع المالية حتى أعرف أعطيكم الجواب الصح. أهلا وسهلا فيك، بعد الفاصل منتابع الحلقة. منتابع الحلقة عنا بياخد اتصال جديد. ألو؟ ألو؟ أهلا. بونجور. بونجور. يعطيك العافية. أهلا. يعطيك العافية. أهلا، تفضلي.
ميرسي، تفضلي. بدي احكيكي بخصوص الكهرباء من زحلي. ايه نعم. قالوا لنا انه بدهم يخفضوا الفاتورة 25% أو 20%. نعم نعم. صار يجي عندنا فاتورتين، رسم اشتراك 3600. نعم. رسم تأهيل 5000. أوكي. رسم ثابت 15000. هذا بعد ما فعلت حق الكهرباء. إيه. بيرجع لنا TVA 11%. أوكي. يعني بيطلع مجموع اللي بدنا ندفعه للدولة. نعم. أكثر من فاتورة اللي صار فينا. صحيح. صحيح، لأنه اليوم يلي كلنا بنعرف كهرباء زحلة لما عطت 24/24 كانت عم تعطي بفاتورة واحدة. اليوم لما رجعت الدولة استردت، أو هي اللي عم بتدير كهرباء زحلة، صار في فاتورتين للأسف الشديد. يعني كانوا أهالي زحلة كل الناس حاسدتهم أنه عندكم فاتورة واحدة، عندكم 24/24، عندكم تسعيرة مدروسة، عندكم صيانة سريعة. اليوم تغير الوضع من فترة بقى من هيك. هلأ ما بعرف إذا الدولة رح تشيل شيء من الرسوم يلي شيلتها، بالعكس اليوم عم ينحكى بزيادة تعرفة، وما بعرف مين قادر من الشعب اللبناني يدفع بعد زيادة على كهرباء مش موجودة. بكل الحالات أنا رح أحكي كهرباء زحلة لأعرف كيف عم تحتسب بالفاتورتين وبجاوبك أكيد. أهلا وسهلا فيكي. بما أنها عم بحكي عن الكهرباء، اليوم تلاقيت اتصالات من دور الشوير عم بيقولوا أنه إذا 10 أمبير موتور بيدفعوا 150,000 ليرة، بينما الكهرباء عم تجي شهريا وعم بيكون في تأنين، يعني الموتور عم يعطي أكثر من الكهرباء. عم تجي فاتورة الكهرباء بالشهر 500,000 250,000. يعني عم يسألوا طب كيف وكيف عم تحتسب. جربوا يسألوا الجابة ما قدر عطاهم جواب. بقى الناس منا حاسة انه فواتير كهرباء لبنان يلي عم تجي شهرية او يلي عم تتأخر شهرين او ثلاثة كيف عم تحتسب، اذا على الشطور العالية او على الدعم اول شطر 35 ليرة على الكيلووات. يعني في التباس بالموضوع لدى المواطنين، وهيدا اكيد بده توضيح للناس ليعرفوا شو عم يعني كيف عم تحتسب. كمان باخذ اتصال. الو الو مدام مسيو عم بسمع. الو ايه تفضلي تفضلي. الو تفضلي مدام، اسمعيني على الاباري التليفون مش على التلفزيون. اوكي. وحياتك، انا ساكنه بالاشرفيه. نعم. اجوا هبطوا عنا بنيه تابعه للاثار. نعم. قطشونا شريط الكهرباء. ايه. وضلينا بلا كهرباء. نعم. تلفنا اجوا وصلوا شريط الكهرباء بس كلها مزلطه، يعني الا شتوي بتعمل مص بالبنايه. على الاكيد. انتوا وين مدام؟ باي شارع؟ بنيت مين؟ شارع عبرين. عبرين. شارع عبرين. وبنيت مين؟ بنيت فريحه. اوكي. الطابق الثالث. اوكي اوكي. اوكي. اهلا وسهلا فيكي. يعني اكيد الناس يعني دائما بيقولوا ايلول طرفه بالشتاء مبلول، بس في تغييرات طقس ما بنعرف اي متى بتشتي، مش مضطرين الناس يعيشوا هالقلق هيدا، لانه تلقائيا يعني بنعرف مي وكهرباء في ماس اكيد. ننتقل لتواصل. تواصل على فيسبوك. الحل عنا عم بحكيكي على لسان السيد رزق أبو فيصل، بيقول أملاً أن أتمكن الاستفسار وإفادتنا، أنا موظف متقاعد، عطونا 85% وقسطونا على 3 سنين ابتداء من أيلول 2019. السنتين الأولين قبضناهم لل 50%، باقي السنة الثالثة 35%. تفاجأنا بأنه زيادة ما بتتعدى 117,000 ليرة. كنا نتقاضى لغاية شهر آب 2019 152. يمكن كتب لي غلط لأنه حطت لي 15,000. لا في شيء غلط بالرقم اللي عطيني إياه. الصحيح لازم يكون، أنا ما رح أقول الرقم بس في فرق كبير، لأنه حاسة أنه الرقم غلط قدام ما بعتين لي. بس بالمبدأ
كتار عم يتساءلوا كيف عم تحتسب. صراحة صرت حكيتها عدة مرات الأسبوع الماضي لليوم وبرجع بردد وبقول ناطرة من المالية حدا يوضح لي يوضح عبر البرنامج للمتقاعدين خصوصا وللموظفين كيف عم يحتسب رواتبهم وقضية كمان السلسلة المراحل الثانية والثالثة يلي أي متى في ناس قبضوها في ناس ما قبضوها. بس هون أكيد عندي الرقم مش مزبوط لأنه أنا اللي عم بقرأ 1,527,000 الراتب مفروض يكون 1,865,000 إذا كان هيدا هي الرقم الصح. في فرق أكيد. الأستاذ تان حبشي بيقول لي تحياتي بالحقيقة ما عم نعرف إذا عم نعيش بجمهورية لبنانية ونستعمل العملة اللبنانية بكل الأمور أو نحن أصبحنا بولاية أمريكية بنستعمل الدولار بكل الأمور حتى بتسعيرة المولدات من غير المعقول الدولة دفع رواتب الموظفين بالليرة وكيفة الأسعار والفواتير تقع ندفعها بالدولار. وبعت لي صورة بتفرجيني أنه الموتور طالب $60. هالصورة في تورة الموتور ببلدة بيقوت دفعوها 90,000 ليرة مع العلم الكهرباء خلال شهر آب كان التأنين عادي. يا ترى ليش؟ في مراقبين لفواتير المولدات من قبل الدولة شهريا طالما الدولة ما عندها كهرباء. مفروض على وزارة الطاقة تطلب من البلدية تنظيم فاتورة قانونية تضمن مجموع ساعات التأنين زائد التسعيرة زائد الإضافات بتحمل توقيع رئيس البلدية. كفى سرقة كفينا مافيات عرفنا دولة بدها تحارب الفاسدين كيف بدها تحاربهم وهي حاميتهم. يعني ما بتنتظم الأمور يا أستيستان إلا ما يصير عنا كهرباء لبنان 24-24 بفواتير عادلة وفواتير شفافة. ما عم بحكي عن أصحاب المولدات ولا كهرباء لبنان حاليا لأنه التسعيرة الرسمية عم تطلع وبالنتيجة الناس بدها تدفع. هلأ بموضوع الدولار مش المهم عم بفوتروا بالدولار، المهم قديش عم يحسبوا سعر الدولار لأنه ما حدا عم يتأيد بالسعر الرسمي لوضعته الدولة اللبنانية للدولار وهون الخطورة. باخد آخر اتصال. ألو أهلا بشكرك رحابة صدرك عندي سؤالين إذا تريدي. تفضل. سمعت رئيس الضمان بس ما تبعته ما استوعبت إنه اللي له 30 سنة بالضمان يقدر يضمن يكون بدون ما يكون يعني تابع شغله بعيدة. وسؤال تاني بالنسبة للمستأجرين مثلا مرة مستأجرة وما عندها أي مدخول بنت مش مجوزة عمرها 87 سنة وين فيها تعبي اسمها الاستمارة؟ استمارة مشان هي وين ساكنة بأي منطقة؟ منطقة جبال بالسرايا. يعني أنا حلقة بكرة رح يكون معي أحد المحامين لنحكي بهذا القانون وبالحقوق المستأجرين والمالكين. بس أنا اللي بدي أقول لك هي أكيد بقصور العدل وبالسرايات يعني بجبال. هلأ مش قدام الورقة لأكد لك وبعطيكم يوم بعدين بالتفصيل. تحضر المطلوب منها لأنه بين يوم والتاني ببلشوا يستقبلوا لأنه اللجان اكتملت بعد في تأخير لوجستي بس لأعطائهم غرف لأكتر رح يكون دوامه بعد الظهر حتى يتسنى للناس إنها تقدر تروح وتقدم. أهلا وسهلا صورة اليوم نشوفها سوا. استاذ الفريد بريدي بعت لي هالصوره بيقول لي انه هيدي مدينه روتردام بنهار ونهار التنين الساعه 9 صباحا ما في عجقه سير. وهيدا يعتبر هالمطرح هيدا من اكبر التقاطعات بالمدينه لانه الناس عم يستعملوا الدراجات الناريه الهوائيه والنقل العام وبيدفعوا اقل ضرائب من لبنان. يجب التفكير جيدا في المستقبل من سننتخب بالانتخابات. يعني أكيد المطلوب يكون عندنا خطة نقل أكيد سريعة وللكل. موعد بكرة بيتجدد. إلى اللقاء.